وتنضم إلينا من القاهرة مها أبو بكر، محامية أسرة المذيعة القتيلة شيماء جمال. أهلا فيك معنا مها. خليني أبدأ من مشاعرك بعد سماع الحكم. أهلا بك. مشاعر الحقيقة سعادة لا توصف. مش كوني محامية لأسرة الإعلامية شيماء جمال، لكن كوني ست مصرية الحقيقة، أو كوني ست بالأساس. أنه أصعب حاجة في القضية دي أنه من غدر بيها هو جوزها المفروض المؤتمن عليها، نعم، اللي عاشت معاه 5 سنين دون رحمة منه، اتفق معاها على آخر، يعني سمح لآخر يلمس مراته اللي هي شرفه وعرضه ويكتفها له عشان يقدر ينال منها ويقتلها ويقدر روحها تطلع لبرئها. فده الحقيقة كان أعظم إحساس النهاردة بالنسبة لي، إن أنا كست مصرية جبت حق ست اتغدرت. كيف كانت الأجواء داخل المحكمة لما تم الإعلان عن الحكم؟ الحقيقة إن الأجواء داخل المحكمة، أنا بعد النطق بالحكم قلت الله أكبر 3 مرات، وأحد المتهمين من داخل القفص يعني قال حسبي الله ونعم الوكيل. ف يعني كان الرد يمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. طبعا الأهل، كانت الأجواء الأهل الحقيقة كانوا بره المحكمة، لأنه كان في المرة اللي فاتت كان في يعني شد وجذب ما بين أهلية المتهمين وأيضا والدة الإعلامية شيماء جمال مدام ماجدة، وبالتالي كان في جو ضاغط يعني يصعب علينا كمحامين العمل بداخله. لذلك النهاردة سمح فقط بالدخول للسادة المحامين، وبالتالي كانوا الأهل بره المحكمة. لكن عرفت بعد كده عبر التليفون على بال ما نزلت من المحكمة يعني إن كان في تحت زغاريط، وكان في يعني شكل احتفالي كبير جدا. لما نزلت شفت كل اهل شيماء قد ايه سعداء وقد ايه مبسوطين. ام شيماء صلت ركعتين شكر لله في الشارع. ابن شيماء اللي هي متبنياه اللي هو كان احد فريق الاعداد بتاع اسمه محمد ايهاب سجد على الارض، وده لان هو كان قدام القاعه، فيعني اول ما خرجت من القاعه شفته قلت له فسجد على الارض في لحظتها. كل اهل شيماء اللي هم، خليني اقول لك ان معظم الناس اللي بتكون موجوده من اهل شيماء هم ستات في الحقيقة، سواء جيرانها سواء ولاد خالتها سواء يعني اللي هم كانوا في الجنازة كمان أنا شفتهم. أيوة. فقالوا إن شيماء هي اللي كانت دايما واقفة معاهم وكانت بتجيب لهم حقهم. كمان يعني كان في ولاد خالتها وخلانها كانوا موجودين برضو، والحقيقة كان في جو احتفالي كبير جدا منهم إن حقها رجع وإن هي أول يوم النهاردة هتبات مرتاحة. طيب مها، كثير ناس جالسين بيعلقوا أن الحكم صدر سريعا، هل من خبرتك هذا الحكم فعلا كان سريع؟ لا الحقيقة أنا مش شايفة أن الحكم كان سريع. خلينا نقول أن احنا أصحاب مصلحة وطنية أن تكون العدالة منصفة، ولا تتحقق العدالة المنصفة إلا يعني إجراءات ووجود محامي للمتهمين. لكن كمان ودي ضمانات المحاكمة العادلة في الحقيقة، لكن كمان احنا أصحاب مصلحة إنسانية أن تكون هذه العدالة ناجزة دون إخلال. لأنه في النهاية العدالة البطيئة إجحاف. فتم تحقيق الدعوة كويس جدا، طلبات دفاع المتهمين الزملاء دفاع المتهمين حققت بالكامل. كلها ما فيش طلب تم رده، وبالتالي لا يعني المحاكمة كانت عادلة منصفة ناجزة. ولكن كان في ولكن في كان سرعة في إتمام الإجراءات، يعني خلينا نقول للوصول لهذا الحكم والعدالة. خلينا نتكلم بس عن جانب القادم، هل يمكن لهم الاستئناف، خصوصا كمان في نفس الوقت انه احنا عرفنا انه محامي الدفاع اعتذر عن استكمال القضية كان؟ طيب خلينا نقول انه طبعا الزميل محامي المتهم الاول كان معاه زميل اخر ايضا، يعني هم كانوا اثنين زملاء يدافعوا عن المتهم الاول، احدهم اعتذر، وهذا يرجع ل يعني وجهه نظره في القضيه او في الاوراق اجمالا، وانه لا يعني سلطان على المحامي الا ضميره، فله كل التحيه والتقدير، ويعني هذا الامر يخصه يعني ويسال فيه. ده رقم واحد. رقم اثنين فيما يتعلق بقصه انه
ممكن يكون فيه ولا لا استئناف؟ نعم، في درجة أخرى للتقاضي وهي درجة النقد، وهذه الدرجة تكون في خلال 60 يوم من تاريخ الحكم، وبالتالي بعد جلسة 11/9 اللي هي المحددة للنطق بالحكم هنحققهم في خلال 60 يوم إن هم يطعنوا بالنقد على يعني هذا الحكم الجنائي. طيب على العموم نحن بنشكرك، أنا عارفة أنه جالسة بتجيك الآن الكثير من التليفونات اللي حابة كمان تأخذ تعليقك على هذه القضية اللي استحوذت بالفعل على اهتمام الرأي العام. نحن بنشكرك على هذه التوضيحات. كانت معنا مها أبو بكر محامية أسرة المذيعة القتيلة شيماء جمال، شكرا لك.